كنت مثلا بواحدة صاحبتي، بلاش بنتي، لأنه لو بنتي هتبقى حاجة قريبة، مش اه كده؟ بصي، ممكن الحلم يجي وحش، ممكن، بس اكون انا في الحلم، يعني انا شفت الواحده حلم وحش وهي بعيده عني، لازم اكون معاها في الحلم. دي من شروط الرؤيه السيئه للي بعيد عنك، لازم يكون معاك. فممكن يكون فيها فعلا انذار. انذار، وهتلتقوا بالفعل وهتحصل المصيبه سوا سوا. طب دي ماشي نقط ام محمد، ربنا يبعدنا عن ان المصايب. شاء الله. اهلا يا ام محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت